من القاهرة ينضم إلينا العميد سمير راغب الكاتب والمحلل العسكري. سيد سمير، أهلا بك. إذا ما أخذنا اسم هذه المناورات حسم 2020، نوع القوات، نوع المناورات العسكرية التي تمت وصنوف القوات العسكرية، ما نخرج بأهم الرسائل منها؟ تحياتي لحضرتك. المناورة حسم 2020 أكبر مناورة في تاريخ المنطقة الغربية العسكرية، بيشترك فيها كافة الأفرع الرئيسية، القوات الجوية، القوات البحرية، القوات الجوية، بالإضافة طبعا للقوات البرية، بأسلحة المنطقة الغربية، أسلحة المناطق الجوار، دعم من الوحدات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. بيتم فيها كافة الأنشطة التدريبية زي ما سيادتك تفضلت في التقرير، سواء كان أعمال الإسناد من طائرات متعددة المهام، مصر لديها أحدث طائرات، أعمال الإبرار، أعمال البرمائية اشتركت فيها وحدات من الصاعقة والمظلات. شفنا رماية تكتيكية للدبابات، لكتيب الدبابات، ودي أعلى درجات الرماية على مستوى الأسلحة البرية. شفنا رماية دفاع جوي، شفنا الطيران وهو بيتعامل مع أهداف في العمق. الرسائل طبعا، الرسالة الأولى لأعداء الوطن، يعني لمن يتربص، واضحة تماما أن هناك مناورة. طبعا ما فيش مقارنة في حجم المناورة المصرية وكل المناورات اللي سيادتك تفضلت بيهم، وفي مقدمتهم المناورة التركية اللي بيشترك فيها 8 قطع بحرية منهم 5 فرقاطات، وبالإضافة ل 17 طائرة F-16 وطائرة تزود بالوقود. ده إجمالي الموجود. الفرقاطة ليس بسلاح هجومي، هو سلاح بينفذ الإسكورتينج، الحراسة أو التفتيش، يعني مش قوة ضاربة. يعني حتى لو قامت بعمليات تعرضية من الجانب التركي فهي عاجزة أمام يعني الموجود في مصر من مدمرات وفرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة للمدفعية الساحلية والتوربيدات، بالإضافة للطيران المخصص للقوات البحرية. فالرسالة الأولى للعدو اللي هو بيحاول يتواجد في مياه تمثل عمق استراتيجي لمصر، بيحاول يتواجد في ليبيا ويتمثل عمق استراتيجي وتهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي. الرسالة الثانية للشعب المصري اللي هو يعني دفع فلوس السلاح اللي جه، ان يطمئن ان القوات المسلحة قادرة. الرسالة الأهم ان القوات المسلحة بتبلغ القيادة السياسية صاحبة القرار في الحرب والسلم والعمليات، وعلى رأسها القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنهم في حالة جهوزية كاملة. الجزء المعلن في المناورة بتحضره الصحافة، بتحضره الملحقين العسكريين، فيمكن للجانب التركي أو جاي أو أي جانب آخر أن يطلع على المستوى الكفاءة القتالية العالية والاستعداد القتالي لدى القوات. في رسالة مهمة للدول العربية الشقيقة والدول الشقيقة والحليفة من غير عربية، أن مصر جاهزة وأن القوات المسلحة قادرة سواء للعمل منفردة أو بالتعاون مع دول شقيقة أو صديقة. طيب عميد سمير، هنا اقتطف مما قاله وزير الدفاع، يقول أن المناورة هدفها حماية أمننا القومي من الاتجاه الغربي، وأيضا تضمنت تعامل مع المرتزقة أي الجيوش غير النظامية. هل سياق وترتيب هذه المناورة العسكرية بهذه الجاهزية وبهذا الحجم هو قراءة متقدمة لأن تركيا لن تصطدم مع الجيش المصري، بل ربما إذا حدث صدام فإنها سترسل مرتزقة لا أكثر؟ بالفعل هي قراءة واضحة تماما ومعلنة وبكلمات واضحة وفي وضح النهار، أن سواء كان عملية التحشيد المستمرة في مصراتة ومع عتيقة من أهل المرتزقة يقترب من 17,000، ما قام به المرتزقة من تغيير قواعد اللعبة ومن أحداث خلل في موازين القوى لصالح المرتزقة، الذي أدى إلى خروج الجيش الوطني الليبي من انسحاب تكتيكي من طرابلس، وكان أهمها الخروج من الوطية وترهونة. فنفس هذا العدو هو الذي من الممكن أن يصل إلى الخط الأحمر، أو إن نجح في التسلل بعيد عن الخط الأحمر ليهدد الحدود كما حدث في فترة من 2015 ل 2017. فالرسالة واضحة، تركيا سواء في إدلب أو في شمال العراق أو في شمال سوريا لا تحارب بجيش نظامي، جيش نظامي يمثل حواضن انكيوبيتورز، لكن بتكون وقود المعركة هو المرتزقة من التنظيمات المسلحة سواء تركمانية أو من عناصر على طريقة داعش أو القاعدة.
فبالتالي الرسالة واضحة، مصر معروفة تماما على مدى تاريخها بأنها جيش نظامي وخاض وانتصر في حروب نظامية. الآن الرسالة أن الجيش المصري وبعد خبرة كبيرة حققها في الحرب على الإرهاب أصبح قادرا على مواجهة سواء العناصر المرتزقة الغير نظامية أو العناصر الشبه نظامية، والطبيعي أنه قادر على مواجهة الدول والعناصر النظامية اللي هم الستيت أكتورز، يعني هو قادر تماما. فرسالة واضحة، وتركيا هي من أشعلت يعني دبلوماسية البوارج الحربية. وإن تحدثنا عن البوارج الحربية، فالقوات البحرية المصرية الرابعة على العالم مدعومة بقوات جوية، هي الخامس على العالم مدعومة بجيش، هو التاسع على العالم، متفوقة على كل جوارها وفي مقدمتهم تركيا. فنحن جاهزون لدبلوماسية البوارج الحربية، أو إن كانوا يعني يريدوا المضي في هذه الحماقة بعد ما رأوا من قوة عسكرية واستعداد قتالي فهذا شأنهم، وهم من يتحملوا نتيجة قراراتهم واختياراتهم. من القاهرة العميد سمير راغب المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك.